السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أشرح لكم التكليف المطالبة فيه. راح أستخدم أداة الباترين وأداة الباثفندر وأداة الروتات. حاليا راح أرسم أنا نجمة بهذا الشكل. منروح على منختار اللون، بحدد لون إلها، منروح على الستروك، بلغي الستروك تبعه، بأحدد النجمة، بأضغط على كترول سي وكترول اف، هيك الشكل عندي صار متكرر. بأحركه لليسار شوية وبأعمل تكرار لهذا الشكل. بعديها بأحدد الشكل كله، بأعمل جروب، وبعد ما أعمل جروب بروح على قائمة أوبجكت، بختار الباترين، بنختار ميك، بعد ما نحط أوكي هيك الشكل صار عنا. نحفظ الشكل سيف، نسميه بالاسم اللي بدنا اياه، بنحط اوكي. بعديها بنلاقيها في، بنغلق الشكل اول حاجة اللي احنا عاملينه، وبنحذف النجمة، نرسم مربع، بنروح على قائمة سويتش، راح نلاقي الرسمة اللي احنا رسمناها، بنختارها هيك. وبعديها بنروح بنعمل الشفافية، بأخليها لحد تقريبا 17 هيك مناسب. بروح بعديها على اللايرز، بأغلق الشكل عشان لما أرسم شغلة ما يتحرك معايا. وهلأ برسم دائرة، طبعا بنضغط معاها Alt زائد Shift عشان تكون متساوية، بنختار الهالون، بعديها بنضغط، بدي اخذ كمان دائرة بهذا الشكل، بضغط كترول في زائد كترول اف، هيك الشكل صار عندي. بحدد الهالون وبعديها بحدد الدائرتين، وبعمل لها من الباث فندر دمج. اذا ما لقيتوا الباث فندر هان بتلاقوها في قائمة ويندو. بروح على البنتول، بارسم خط بهذا الشكل، وبعديها بأرسم خط تاني بهذا الشكل، بحدد الخطين، بحط كترول سي وكترول اف، وبأحرك باتجاه اليسار، هيك بيجي شكل متطابق، كل الخطوط متطابقة. بحدد الخط، الخطوط كلها، بختار لها لون، بعديها بأختار، بحدد الخط الاول، بروح على قائمة اوبجكت، بحدد الخط، بروح على قائمة اوبجكت باث، بختار ديفايد، وهيك انقص معايا الشكل. وبكرر العملية هذه على كل الخطوط الموجودة معانا. وهيك الشكل اكتمل. بنحذف المربعين اللي تحت، بأحدد المربعات الباقية بهذا الشكل. تم عمل مربعات لاختيار الألوان عن طريق أداة القطارة. بحدد المربع الأول وبأحط اللون اللي بدي إياه بالقطارة، وبلون المربع الثاني والثالث هكذا، وبعدها الرابع الخامس والسادس. لقيتها بدنا نجيب صورة بتدل على الرسمة اللي أنا عاملاها، صورة الكولا، باخدها بهذا الشكل وهي هيك موجودة معانا. بضغط على Alt مع Shift عشان يكون كل الشكل متوازي معايا، بحطها بهذا الشكل. بروح على، بأحدد الشكل كله، بأعمله توازي. وهلقيتها بدي اعمل الكروس، بارسم الدائرة بهذا الشكل، بأشيل اللون اللي إلها، بأحط الستروك لحد 16 18، هي هيك صار معانا الشكل. بعديها بأروح على أداة بنوازي الشكل معانا. هيك
كشكل صار معنا تمام. بنضغط على شيفت وبنرسم الخط، بنعمل للشكل اللي معنا هذا جروب، وبعديها بحدد الشكل بالكامل وبنزله لتحت علشان بدنا نكتب العنوان فوق. بحدد المربعات بالكامل، بعمل لها جروب، بعديها بحدد الشكل بالكامل وبعمل له توازي. بعدها بروح بأجيب الأيقونات اللازمة لتصميمه. طبعا بالأيقونات لما تيجي بهذا الشكل لازم نضغط على شيفت ومنصغرها بهذا الشكل عشان كلها تكون متوازية وبنفس المقاس كلها. بأبدأ أوزع الأيقونات على المربعات وبأنسق لون، بأنسق الشكل وحجمها. بأجي هنا بدي أكتب العنوان أضرار المشروبات الغازية. بأجي على القائمة بأختار نوع الخط الجزيرة وبأختار الحجم والنوع للخط. بنختار لون الخط، بدنا نعمل للخط ظل، فبنروح على فيكس بنختار شادو، فبنحط على نورمال بنختار ايش الشفافية، نختار الشفافية 60 وبنحط اوكي. بدنا نرسم مثلث من خلال النجمة، بنقلل عدد الاضلاع عن طريق الزر الأسفل. هيك صار معانا المثلث جاهز. ناخذ المثلث بنوزعه على المربعات. ومنلون المثلث على حسب المربع المقابل له. بعدها بنروح على قائمة الباث فيندر، بنعمل دمج للمثلث مع المربعات الموجودة، وهيك بكون اكتمل معنا الشكل بالكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.